يعني ان كل ما يرفض في وقت يقبل في وقت اخر بكل اريحيه ومفيش اي مشكله خالص. المهم ان احنا عايزين ايه دلوقتي نعمله باي حاجه. الغايه تبرر الوسيله. فالمجلس الثوري ده موجود في تركيا وبيجتمع في تركيا وبيصدر للمصريين هنا احداث وهميه. انا واثق ان يوم 14 رمضان ده هيعدي زي 11/11 وكل حاجه. وكان في اجتماع من حوالي الاسبوع الماضي بخصوص هذا الحدث. الاجتماع ده كان فيه يضم من عناصر من تونس وقطر وتركيا وناس من النمسا. من النمسا كمان؟ اخوان النمسا دول كمان ضلع كبير قوي في حزب الخضر. والاجتماع ده تم بالقرب من اسطنبول.